الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في تفسير قصار السور، واليوم أو الليلة مع سورة الهمزة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مكية، وهي من السور القصار التي فيها الوعيد والتهديد الشديد، ولذلك ابتدأها الله سبحانه وتعالى بكلمة ويل. واختلف في معنى كلمة ويل إلى أقوال. القول الأول أن ويل اسم واد في جهنم، فكأن الله قال: من اتصف بهذه الصفات المذكورة فإن جزاءه أن يدخل هذا الوادي في نار جهنم والعياذ بالله. القول الثاني أن كلمة ويل تستخدمها العرب للتوبيخ والتقريع، فيقال: ويلك، أي أوبخك وأقرعك أن تفعل هذا الفعل. فقال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. من هو الهمزة اللمزة؟ اختلف أهل العلم في معنى قوله الهمزة اللمزة إلى أقوال كثيرة، لعل أرجحها والله أعلم أن الهمزة الذي يعيب الناس بعينه، واللمزة الذي يعيب الناس بلسانه. ولذلك يعني بعض الناس إذا أراد أن يستهزئ بأحد أو أن يذكر أحداً بعيب يشير بعينه، يشير بعينه كأنه يستنقصه أو يسبه بهذه الإشارة، فهذا من المعيب عند العرب وفي الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه إلى الإسلام، طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم عبد الله بن أبي سرح. من وجد عبد الله بن سرح فدمه هدر، يقتل. والسبب في ذلك أن عبد الله بن أبي سرح أسلم، ثم بعد ذلك ارتد ورجع إلى قريش، وكان من كتاب الوحي. هذه حادثة عظيمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد عبد الله بن أبي سرح أن يقتله. فلما حصل فتح مكة أتى عبد الله بن أبي سرح تائبا، وكان أخا لعثمان بن عفان لأمه، فقال له عثمان: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمك، لكنك إذا أتيت إليه تائبا عفى عنك. فجاء متغطيا حتى لا يعرف، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان: يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي سرح، فبايعه على الإسلام. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، ما رضي أن يبايعه. فقال له عثمان: يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي سرح، فبايعه على الإسلام.
فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. فقال عثمان: يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي سرح، فبايعه على الإسلام. عند ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام. فلما بايعه على الإسلام التفت إلى أصحابه وقال: أما كان فيكم ذو عقل حينما رأيتموني كففت عن مبايعته أن يقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ندري، أفلا أشرت إلينا بعينك؟ هذا موضع الشاهد. أفلا أشرت إلينا بعينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذه ليست من صفات الأنبياء. ولذلك يا إخوة، الهمزة الذي يعيب الناس بعينه هذا مذموم عند العرب وفي الإسلام، فما ينبغي للإنسان أن يكون بهذه الصفة. واللمزة الذي يعيب الناس بلسانه، نسأل الله السلام. قول آخر أن الهمزة هو الذي يعيب الناس في وجوههم، واللمزة هو الذي يعيب الناس من وراء ظهورهم، يعني الغيبة. وهنا تنبيه مهم لكثير من الناس. بعض الناس يقول: أنا ما عندي، أنا أعطيك إياها في وجهك. هذه قلة أدب، هذه قلة أدب. ترى ليست صفة ممدحة أنك تسب الإنسان في وجهه. الله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. حتى وإن كنت مغضبا منه يقول الله: وقولوا للناس حسنا. أما الناس يعني هذا يظن أنه يمدح نفسه، يقول: أنا ما عندي، أنا ترى أعطيك إياها في وجهك. لا، هذا ليس من الأدب، أنت لم تتأدب بأدب الإسلام، الله المستعان. هذا القول الثاني، وفيها كلام كثير. لذلك لا تعب الناس لا في وجوههم ولا من خلف ظهورهم. كف لسانك عن الناس فإن السعيد من حفظ لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين فخذيه، أي فرجه، أضمن له الجنة. وقال في الحديث الآخر: أكثر ما يدخل الناس النار ألسنته. اللهم احفظ علينا ألسنتنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الذي جمع مالا وعدده. وهذه أيضا الصفة الثانية، أن الإنسان يسعى في الدنيا فقط لجمع المال وإحصاء المال والركض وراء الدنيا والسعي وراء الدنيا و و و و أنت لم تخلق لهذا، إنما خلقت لتعبد الله. وليس معنى ذلك ألا تسعى وراء رزقك، لا، أنت مطلوب بالسعي وراء رزقك، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك. الله سبحانه وتعالى ذكر في صفة أهل قوم قارون عندما قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نحن الآن أصبحنا في زمن نقول للناس: ولا تنسى نصيبك من الآخرة. من كثرة ما شغلنا بالدنيا صرنا نقول للناس، ونحن منهم إلا من رحم الله: ولا تنسى نصيبك من الآخرة. ثم قال: والقول الثاني الذي جمع ماله معدده، أي أنه جمع المال ولم يستفد منه، إنما استفاد منه الورثة من بعده. قال الله: يحسب أن ماله أخلده. وفي قراءة: أيحسب أن ماله أخلده؟ هل يظن هذا الذي يجمع المال أن ماله سيبقيه في الدنيا وأنه سينجو من الموت؟ قال الله: كلا، أي ليس الأمر كذلك. ثم قال: لينبذن في الحطمة. والحطمة قيل أنه اسم باب من أبواب الجنة، وهو الباب من أبواب جهنم، أعوذ بالله والعياذ بالله، اسم من أبواب جهنم، وهو الباب السادس. وقيل الدرك، وهي درك من دركات النار، وهي الطبقة الرابعة. وقيل أنه اسم من أسماء جهنم، نسأل الله السلامة والعافية.
أي من كانت صفته الهمز واللمز وجمع الدنيا فإنه سيكون مصيره إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وما أدراك ما الحطمة. ومر معنا من قبل أن الله إذا قال وما أدراك فإنه سيجيب في نفس الموضع، وإذا قال وما يدريك فإنه لا يجيب. قال: وما أدراك ما الحطمة، تعظيم، نار الله الموقدة، هذه هي الحطمة نسأل الله السلامة والعافية، التي تطلع على الأفئدة. ما معنى تطلع؟ قال بعض أهل العلم أن النار تشرف على الناس عندما يؤتى بها نسأل الله السلامة والعافية، والقول الصحيح التي تطلع على الأفئدة، تطلع هنا بمعنى تبلغ، أي أن العذاب يأكل اللحوم والجلود والعظام حتى يصل إلى القلب نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الألم إذا وصل إلى الفؤاد يموت صاحبه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يموت فيها ولا يحيى، نسأل الله السلامة والعافية، التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة مطبقة عليهم في عمد ممددة، أي أنها مغلقة عليهم بأعمدة، وقيل أنهم يعذبون بأعمدة، وقيل إن الأعمدة هي الأغلال، وقيل إنهم يعلقون على الأعمدة من الحديد والنار. فنسأل الله أن يقينا شر هذه النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا إخوة، هذه الآيات تقرع القلوب قرعا إذا تدبرها الإنسان، فلذلك ينبغي علينا أن نحرك قلوبنا عند سماع كلام الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.